السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم أعزائي الطلبة في فيديو جديد من شرح مادة إدارة 2. إن شاء الله في هذا الفيديو راح نتناول البارالل ميثود، تمام؟ طيب إحنا سابقا تحدثنا عن السيريز ميثود وقلنا إنه ريسورس ألوكيشن بكل بساطة هو توزيع الأكتيفيتي، هو توزيع الليبرز الموجودة عندي على الأكتيفيتيز للمشروع، تمام؟ بعدين تحدثنا إنه في عندي نوعين من الأكتيفيتيز اللي هن الكونتينيوس وفي عندي أيضا الانتربتد. الكونتينيوس اللي هي أكتيفيتي مستمرة غير قابلة للتقطيع، يعني أنا لازم أظل إذا بلشت فيها لازم أكملها للآخر وكل يوم أشتغل عليها حتى أكملها، وقلنا هاي لها طريقة السيريز وتحدثنا عن طريقة السيريز وفهمناها في الفيديو السابق. طيب الآن من نيجي نتحدث عن الانتربتد اكتيفيتيز وهي النوع الثاني من الاكتيفيتي، ومن نشوف طريقه البارالل ميثود ومن نحل عليها مثال هو نفسه طبعا المثال السابق. فبحكي لك هون البارالل ميثود يعني حل الاكزامبل اللي حكينا عنه في المحاضره السابقه، ايوه، بس افترض ان الاكتيفيتي الموجوده عندك هي انتربتد اكتيفيتي، وطبعا عندك الماكسيمم نمبر اوف ليبرز هم 5 ميسونز و2 اتش، هذول هم الماكسيمم والمتوفرين عندك، تمام؟ طيب هاي هي الرسم السابقه كانت، وخلينا نعمل حسابات الايرلي كالكوليشن والليت كالكوليشن على السريع مره اخرى. طيب فبنبلش بايه، طبعا الايه كانت الدوريشن انها 1، فهنا 0 1 وهنا 1 بنيجي بنحكي 5، وهنا بعدين بنيجي نقول 1 زائد 2 3، وبعدين هنا 3 و3 6، وبعدين هنا بنيجي عندنا 3 و4 7، بعدين هنا عندنا 3 3 و5 و2 5، بعدين هنا بالنسبة للال باجي باخذ أكبر واحدة اللي هي 7 زائد 2 9، نرجع بالنسبة لبي بعديها اي بتاخذ 5 زائد 4 9، بعدين هنا عندنا 5 زائد 1 6، بعدين هنا عندنا 6 زائد 2 8، وآخر شيء بالنسبة لكي باجي باخذ 9 زائد 6 15، تمام؟ وبعدين هنا الام بتكون 15 زائد 1 16. تمام. طيب في ملاحظه بدي انوه عليها، ممكن يعني انت ترجع للكتاب، ايوه يكون كتاب نسخه قديمه مثلا، ترجع له تلاقي هنا انهم ما باخذوا من صفر لواحد، يعني ما بيجوا بيشتغلوا اي من صفر لواحد، وانما بيجوا بيشتغلها من واحد الى اثنين، تمام؟ هذا الحكي عادي ما راح يفرق بالحل، يعني راح يظل عندنا نفس الحل وراح يظل عندنا نفس التوزيع ونفس الاكتيفيتيز ونفس كل شيء ونفس يعني حتى الليبرز نفس الحل، بس انه الفرق هم في نسخ من الكتب ايوه بتلاقيها تبلش من واحد مش من صفر، تمام؟ طيب تمام، فملاحظه يعني مهم تكون عارفها. طيب فنرجع هسه نعمل حسابات الليت كالكوليشن، هاي عندي 16، هاي عندي 15، وهاي عندي بعدين 15 ناقص 9 بتصير ناقص 6 بتصير 9، وعندنا هون 15 ناقص 2 13، هون عندنا 13 ناقص 3 10، هون 13 برضو ناقص 4 بتكون 9، هون عندنا 13 كمان ناقص 2 بتكون 11. طيب ونرجع هون بالنسبة لسي، سي والله هون بتاخذ أقل وحدة اللي هي 9 ناقص 2 7، ونرجع بعدين هون عندنا 9 ناقص 2 كمان هون 7، هون 7 ناقص 1 اللي هو 6، هون عندنا بالنسبة للإي باجي بقول إنها 9 ناقص 4 5، وبالنسبة للبي بتاخذ الأقل وحدة اللي هي 5 ناقص 4 اللي هي 1، بعدين A بتاخذ الواحد لأنها أقل من 7، 1 ناقص 1 بتكون 0، وهيك عملنا حسابات الإيرلي والليت كالكوليشن، تمام؟ بعدين بدك تيجي تطلع التوتال فلوت، التوتال فلوت لأي 0، بالنسبة لB راح يكون كمان 0، فإذا التوتال فلوت لأي 0، B 0 و E التوتال فلوت لها 0 كمان، والK كان 0 عندي والM 0، لأنه موضوع أصلا كريتيكال باث لو تلاحظ. طيب بالنسبة لJ بتكون التوتال فلوت لها 1، 9 ناقص 8، بالنسبة لD 7 ناقص 6 كمان 1 التوتال فلوت لها، نرجع بالنسبة لC 9 ناقص 3 اللي هي عبارة عن 9 ناقص 3 اللي هي 6، تمام؟ وبالنسبة للاف 10 ناقص 3 اللي هي 7 توتال فلوت، والجي بقول 9 ناقص 3 6، وبالنسبة لاتش 11 ناقص 3 بتكون عبارة عن 8. طيب وبالنسبة لال التوتال فلوت لها بكون 15 ناقص 9 اللي هو 6، واخر شيء الام طبعا صفر التوتال فلوت لها. باجي بحط كل هاي الارقام في جدول بيشبه او نفس يعني هو جدول السيريز، تمام؟ فالبارلل والسيريز على نفس الجدول باجي بشتغلهم، بس الفرق وين؟ الفرق بالبارلل انه الاكتيفيتي بقدر اعملها انتربتد. هسه هذا الشيء معناه ايش؟ معناه انه الاكتيفيتي اللي بلشت فيها مش شرط اكملها، عادي عادي اكملها بعد يومين، تمام؟ فبالتالي انا هون بعد ما اكمل كل اكتيفيتي راح اروح اشيك شو الاكتيفيتي اللي انفتحت عندي اللي بقدر اشتغل عليها، وبعد ما اشيك شو الاكتيفيتي اللي انفتحت عندي بقدر اشتغل عليها برجع للاولويات، وما بيهمني الاكتيفيتي اللي انا بلشت فيها، تمام؟ ما بيهمني الاكتيفيتي اللي انا بلشت فيها اظل مكملها ومستمر عليها زي ما كان بالسيريز. بالسيريز كانت الاولويه الاولى للاكتيفيتي اللي انا بلشت فيها لانه لازم اكملها، هون بالبارلل الاكتيفيتي اللي انا بلشت فيها مش شرط اكملها فهي ما لها اولويه عندي ابدا، تمام؟ طيب تمام، خلينا نيجي نحل هذا السؤال ونفهم كيف راح نشتغل على البارلل اكثر. طيب
فبنبلش طبعا اول شيء بالاكتيفيتي اي لانها اصلا هي بدايه المشروع والديوريشن لها واحد تمام، والاكتيفيتي اي طبعا بتحتاج اثنين لواحد فباجي بحطها عند اول يوم اثنين لواحد وهيك بنكون كملنا الاكتيفيتي اي فبضللها وبخلص منها. طيب بعد ما كملنا الاكتيفيتي اي نيجي الاكتيفيتي اي شو فتحت لنا؟ فتحت لنا بي وسي. طب فانا بقدر اشتغل على بي وبقدر اشتغل على سي. طب ممتاز، ايوه قديش انا متاح عندي؟ مين اللي له اولويه؟ اللي له اولويه هي بي لانه ليت ستارت لها واحد فبي لها الاولويه تمام. طيب فبي بي عشان اشتغل عليها بدها 2 ام و1 اتش. طيب قديش بضل عندي؟ بضل عندي 3 ام و1 اتش. هل بزبط اشتغل فيهم على سي؟ بزبط اشتغل فيهم على سي لانه سي بدها 2 ام و1 اتش فبقدر اشتغل على بي وسي سوا. طيب فباجي بحكي والله بي بدها 2 على واحد وهاي 2 على واحد، السي الديوريشن لها 2 فبالتالي السي هينا خلصناها، بينما بي الديوريشن لها 4 فاحنا سي خلصناها تمام. فباجي بسكر سي وباجي بحكي له سي ايش فتحت لي الان. طيب سي ايش فتحت لي الان؟ باجي بشوف سي فتحت لنا الاف والجي والاتش. فالاف والجي والاتش بقدر اشتغل عليهم، هيهم هاي الاف وهاي الجي وهاي الاتش. طيب ممتاز، الان لمين الاولويه؟ بين ايش وايش؟ بين بي واف وجي واتش. طيب ليش هون البي ما اكمل واشتغل عليها؟ ايوه لانه انا ما بشتغل سيريز، بشتغل بارلل، فبالتالي انا البي بتصير ما لها اولويه عندي لانها متقطعه عادي، يعني بتصير اولويتها او سعرها بسعر الاف والجي والاتش، ولا كاني مبلش فيها اصلا، تمام؟ طيب فاف وجي واتش وبي مين اللي له اولويه؟ مين اللي له اقليه ستارت؟ ترجع بتشوف والله الاقليه ستارت هي بي، اللي هي واحد لها الاقليه ستارت، معناته بي لازم اكملها، تمام؟ فاذا اول شيء لازم انا ابلش ببي، طيب بي كم بدها؟ 2 ميسون و1 هيلبر. طب قديش بضل عندي؟ بضل عندي 3 ميسون و1 هيلبر. طب مين بعدين الاولويه الثانيه لمين؟ للجي، الجي 6 ايوه او عفوا الجي 9 اللي تستارت له تمام. فالجي 9 اللي تستارت له فبالتالي له الاولويه، ولكن ما راح اقدر اشتغل عليه لانه محتاج 2 هيلبر، فبالتالي جي ما بقدر اشتغل عليها. مين اللي بعديها؟ اللي بعديها اف، اف اللي تستارت لها 10 تمام، اقل من الاتش، فبالتالي الان الاف قديش بدها؟ 3 ام و0 اتش. فباجي بحكي له والله 3 ام و0 اتش هذول لمين؟ لاف، وبضل عندنا بس 1 هيلبر و0 ميسون. فالصفر ميسون ما بقدر اشتغل فيهم على اتش لانه الاكتيفيتي اتش بدها 1 ميسون، فبالتالي انا لازم اشتغل على اف ولازم اشتغل على بي، فبالتالي باجي بكمل باف وبي. طيب بي ضايل لها كمان يومين، فباجي بحكي هون 2-1 2-1 واف باجي ببلش فيها، بلش فيها من عند هذا اليوم طبعا، باجي بحكي هون 3-0 هون 3-0. طبعا انا كملت البي فما بكمل على اف، لا ايوه هون في هاي الحاله لا تروح تكمل اف، اتذكر دائما الديوريشن لها صح 3 ما بكملها، تروح تيجي تحكي لي هون 3-0 هذا الاشي غلط تمام. خلص بس تكمل اكتيفيتي، بدك تشوف ايش اللي اكتيفيتي اللي مفتوحه عندي، بعدين باجي برجع بكمل وبشوف لمين الاولويه تمام. فاذا بي الان احنا انهيناها، بي فتحت لنا ايش؟ فتحت لنا الاي والدي. طيب مره ثانيه بنيجي وانا بنحط وين الاي والدي؟ هاي الاي وهاي الدي الان انا بقدر اشتغل عليهم. طيب لمين الاولويه الان؟ ايوه لمين الاولويه؟ بين مين ومين؟ ايوه بين اف وجي واتش واي ودي، يعني اف ولا كاني مشتغل عليها عادي، ايوه اف تشملها الاولويات وما بهمني انه انا والله بلشت فيها فلازم اكمل عليها، لا لانه هون احنا بنشتغل انتربتد، نشتغل بارلل، فبالتالي هون انا بهمني اللي له الاولويه اشغله الان، ايوه كان اف او غير اف، فبنيجي بنشوف مين اللي له اولويه بين هذول الخمسه. طيب اللي له اولويه بلاحظ انه اي هي اللي لها اولويه، فلازم انا اشتغل على اي باليوم الجاي، فاذا باليوم الجاي انا رايح اشتغل على اي تمام. طيب فانا رايح اشتغل على اي، ممتاز. اي كم بدها؟ 3 ام و0 اتش. طب قديش بضل عندي؟ بضل عندي 2 ام و2 اتش. طيب مين بعد الاي بالاولويات؟ الدي، الدي لها ليت ستارت اقل وهو عباره عن 1 ام و0 اتش، فبالتالي الدي بدها تاخذ 1 ام و0 اتش، هاي الدي قديش بضل عندي؟ بضل عندي 1 ام و2 اتش. طيب 1 ام و2 اتش مين الاولويات له بعد الدي؟ بعد الدي بتيجي الجي تمام، الجي بدها 1 ام و2 اتش فبقدر اشتغل على جي مباشره تمام. فباجي بشتغل على جي لانه بدها 1 ام و2 اتش، فاذا بكل بساطه الام بدها 3، الاي بدها 3 ام و0 اتش، الدي بدها 1 ام و0 اتش، الجي بدها 1 ام و2 اتش، فباجي بشتغل على اي ودي وجي. لاحظ انه اف ما راح اشتغل عليها باليوم الجاي تمام، ايوه هاي هي فكره الانتربتد اصلا، انه انت ممكن تقطع الاكتيفيتي عادي. طيب فبالتالي الاي لازم اشتغل عليها، هاي الاي بدي اجي اشتغل عليها هاي 3-0، وبالنسبه للدي بنتبه انه دي الديوريشن لها 1 فبالتالي الدي احنا خلصناها فلازم اوقف بعد هذا اليوم تمام، واشوف ايش اللي انفتح عندي. طيب بالنسبه للجي لازم اشتغل عليها اللي هي 1-2، فانا دي خلصتها، فدي ما دامي خلصتها باجي بضللها خلص
دي خلصت. ايش فتحتين للدي؟ الدي لو نرجع نشوف فتحتين للجي، تمام؟ فباجي بحكي والله الجي هي هون الجي، تمام؟ طيب فبالتالي الجي الان بقدر اشتغل عليها. طيب الان الجي بقدر اشتغل عليها، فايش اللي له اولويه باليوم الجاي بين الاي والاف والجي والاتش والجي؟ اللي له اولويه اقلت ستارت. مين اقلت ستارت؟ هو عباره عن الاي، صح؟ الاي اللي له اقلت ستارت، فبالتالي الاي انا لازم ابلش فيها. فاذا الاي مبلش فيها 3 ام 0 اتش، بضل عندي 2 ام 2 اتش. لمين اضل بروحن؟ للي بعديها، اللي بعديها هي الجي، تمام؟ الجي بدها 2 ام 2 اتش، ايوه. فباجي بشتغل هون جي، فبالتالي راح الجي تيجي تاخذ عندي الاثنين ام والاثنين اتش اللي ظل، تمام؟ فبالتالي اي وجي بس راح اشتغل، ما ظل عندي عمال، فما بروح برجع بكمل وبشيك على اكتيفيتي اللي ظل، ما في داعي تكمل عليهم لانه ما ظل عندك عمال اصلا، ما بدك يعني كيف بدك تشتغلهم، تمام؟ طيب فبالتالي بالنسبه لاي رايح اكمل عليها هنا 3 0، وبالنسبه للجي رايح اكمل عليها 2 2، تمام؟ الجي لها الديوريشن 2 والاي لها الديوريشن 4، بنتبه للديوريشن تاعيتهم. فالجي راح تكمل عندي هون وثون 3 0. لاحظ انه كملنا الجي، ايوه. بالنسبه لاي لسه ما كملناها، فالجي كملت معي. وباجي بروح بشوف من السكيدجول ايش راح تفتح لي الجي. الجي لو ارجع راح تفتح لي كي، ولكن كي بتعتمد على اي، لسه انا مش مكمل اي، فبالتالي ما راح تفتح لي اي شيء، تمام؟ طيب فبنيجي بنرجع مره اخرى، لمين الاولويه بين هذول الاربعه؟ الاولويه لاي، لسه الاي هي الاقل ستارت، هي المسيطره يعني عندي، تمام؟ فبالتالي انا عندي الاي، هاي الاي راح تاخذ كم؟ 2 ام، عفوا 3 ام و0 اتش. طيب فبالتالي انا عندي هاي الاي. طيب بعد الاي باجي بدي اشيك على الاقل ليت ستارت اللي هو جي، جي بتيجي بعديها، فالجي عادي بعطيها 1 ام و2 اتش، ما في مشكله، لانه ضايل عندي انا هون طبعا 2 ام و2 اتش، تمام؟ فضايل عندي انا بس 1 ام، ضايل عندي 1 ام، 1 ام بشغل اف، ما بشغل اف ولا بشغل اتش، فبالتالي انا باجي بشتغل على جي واي، تمام؟ فجي واي هم اللي راح اشتغل عليهم، فاي بتخلص كمان يوم، بالنسبه للجي برجع بشتغل عليها. لاحظ اني قطعت هالجي، لاحظ هون هذا اليوم وهذا اليوم انا قطعت فيهم الجي، تمام؟ ورجعت اشتغل عليها في اليوم التاسع، تمام؟ طيب تمام، احنا هون كملنا الاي، فبالتالي بدي اجي ارجع شيك، كملنا الاي. طيب بعد ما كملنا الاي باجي بروح اشوف ايش فتحت لنا الاي. والله الاي خلصناها والجي خلصناها، طيب الكي معناته فتحت عندي الان الكي بقدر اشتغل عليها، فهاي الكي. طيب بدي اجي ارجع شيك على الاولويات، تمام؟ اذا هنا يعني بلاحظ انه البرا للاسهل انه بس انت بترجع تشيك على الاولويات، يعني ما بهمك اللي انت والله مبلش فيه، بلش فيه ولا مش مبلش فيه كله بسعر بعضه، تمام؟ طيب فبالتالي الان لمين الاولويه؟ للاقل ليت ستارت. فباجي بلاحظ هون الليت ستارت لجي وكي نفس الشيء، فبالتالي باجي برجع للاولويه اللي بعديها، الاولويه اللي بعديها قامت تقول لي التوتال فلوت الاقل. طب مين اللي التوتال فلوت اقل؟ هي عمود التوتال فلوت، فهي اجت عاسته، تمام؟ طيب بالنسبه لكي والله لها توتال فلوت اقل، معناته الكي اللي لها اولويه لازم نبلش فيها، فالكي بدها كم؟ 2 ام 1 اتش، فباجي بحكي له الكي بدها 2 ام 1 اتش، هذول لمين؟ لكي. طيب تمام، قديش بضل عندي من من ال 5 ام و2 اتش؟ بضل عندي 3 ام و1 اتش. طيب بعدين بتيجي الجي، طب الجي ما بقدر اشتغلها لانه ما عندي عدد عمال كافي. طيب بعدين مين بتيجي؟ الاف، الاف اللي لها والله الاولويه هسه، الاف لها اولويه، طيب بدها 3 ام، هي يوم ال 3 ام متوفرين، فبالتالي باجي بشتغل على اف، بينما ال 1 اتش هذا ما راح يقدر يشغل لي الاكتيفيتي اتش، تمام؟ فبالتالي راح نيجي نشتغل على اف، نشتغل على كي، فبالتالي الان لازم اشتغل على كي واف. طيب بالنسبه لكي هاي بشتغل عليها باليوم هذا، هون باجي بحكي 2 1. طيب بالنسبه لاف، اف بدها اصلا كمان يوم ضايل لها بس، لانه الديوريشن هنا 3، احنا مشتغلين يومين، فبالتالي هاي 3 0، وهيك احنا بنقول كملنا اف، تمام؟ فهاي الاف احنا كملناها، فبالتالي باجي بظل الاف. طيب بعد ما كملت اف، هل اف بتفتح لي شيء؟ قال لك والله الاف ما بتفتح شيء، لانه ال عشان تفتحها بدك الاف والجي والاتش، تمام؟ طيب تمام. فبالتالي الان خلص احنا اف كملناها، الله يعطيها العافيه، اف يعني ما قصرت معنا. نيجي نكمل الان بالنسبه ل الجي والاتش والكي. طيب الكي لسه لها الاولويه، والاف طارت، تمام؟ الاف خلص طارت. طيب فبالنسبه الكي اللي انا لازم اشتغل عليها بدها 2 ام 1 اتش، بضل عندي 3 ام 1 اتش. لاحظ انه الجي ما راح اقدر اشتغل عليها لانه بدها 2 اتش وانا ما عندي 2 اتش، فباجي بشتغل على اتش اكتيفيتي اتش، ايوه هي اللي راح اشتغل عليها، بدها 1 ام 1 اتش. فالان بقدر ابلش باتش، واتش لها الديوريشن 2، ركز، تمام؟ طيب فبالتالي باجي بشتغل اليوم اللي بعده هاي 2 1، والاتش راح اجي اشتغل عليها ب 1 1، هون 1 1 هينا كملنا اتش، هون 2 1 فكملنا اتش. فاذا اتش الله يعطيها العافيه خلاص كملناها. هل اتش بتفتح شيء بعد ما كملناها؟ قال لك لا، لانه ال بدها كمان جي تخلص عشان اقدر اشتغل عليها. طيب تمام، فباجي بحكي والله بالنسبه للجي،
طيب الآن إحنا عندنا الجي ما بقدر أشتغل عليها، والسبب إنه كي طبعاً إلها الأولوية، لسه كي إلها الأولوية لأنه التوتال فلوت لها أقل، أيوة وبتها 2 أم 1 اتش، ولاحظ إنه الجي بتحتاج 2 اتش وأنا ما عندي 2 هيلبر، أنا بس طايل عندي 1 هيلبر، فبالتالي بضل أشتغل على كي تا أخلصها بعدين باجي بشتغل على جي، تمام؟ فجي كي إلها 6 أيام الديوريشن إلها، فهي 2 1 2 1 2 1، فهيك أنا بكون كملت كي، تمام؟ ايوه بعد ما كملت كي باجي بشوف كي ايش بتفتح لي، بس كي ما راح تفتح لي شيء لانه الام عشان اجي اشتغل عليها بدي كي وال يكونوا كملانين. طيب فبالتالي طبعا ما راح يكون عندي في شيء مفتوح، فبالتالي الان الجي ظلت هي الوحيده، فباجي بشتغل عليها وبكملها، ضايل لها يومين الجي لانه ديوريشن لها 4، فبالتالي باجي بشتغل عليها هون، باجي بحكي 1 2 1 2 و4 هون بشتغلهم، ولاحظ انه هون كم قطعت الجي، يعني انا قطعت الجي 1 2 3 4 5 ايام قطعت الجي بعدين رجعت اشتغل عليها، تمام؟ فبالتالي هاي هي فكره الانتربتد. طبعا بعد ما كملت الجي باجي بكمل مين؟ باجي بكمل ال، لانه ال هسه هي فتحت عندي فباجي بكملها ال براحتي، بدها 3 2 فباجي بحكي له هاي 3 2 3 2، واخر شيء بضل عندنا طبعا لانها هي يومين ال، تمام؟ الديوريشن لها 2. طيب واخر شيء بضل عندنا الام الديوريشن لها 1، باجي بحطه هون 2 1. قديش البروجكت ديوريشن؟ لو تلاحظ البروجكت ديوريشن هون 20 يوم، بالمثال اللي قبل كانوا كانت يعني 19 يوم، لو رجعنا له كنا مكملينها على 9 على 20 يوم كمان، لا كنا مكملينها على 20 يوم كمان، تمام؟ فبالتالي يعني عادي. فاذا بالنهايه الريسورس الوكيشن ممكن يزود لي مده المشروع زي ما شفنا، ايوه واضح الشيء عادي، وممكن طبعا مش شرط والله انه احنا هون يعني انهم طلع عن مثلا البارالل ميثود ايوه والسيريز ميثود يعني اعطني هون مثلا بالمثال هذا نفس الديوريشن، هذا الشيء مش شرط يعني في امثله اخرى، تمام؟ ايوه واصلا احنا يعني بس افترضنا هذا المثال انه حليناه مره ثانيه على بارالل ميثود، تمام؟ بس احنا هدفنا كان انه نفهم الانتربتد كيف بحل عليها، وفهمنا كيف الانتربتد كيف انا بقطع او يعني بقدر اقطع عن الاكتيفيتي، فلاحظ انه الاكتيفيتي اللي انا انقطعت عنها بس هم الاف والجي، بس هذول انقطعت عنهم، بس يعني الاف قطعتها يمكن 4 ايام بعدين رجعت لها، اما الجي قطعتها مرتين، قطعتها اول مره يومين، المره الثانيه قطعتها 6 ايام عبين ما رجعت لها، تمام؟ فهذول هم الاكتيفيتيز اللي انا قطعتهم. اخر شيء ممكن يطلب منك زي ما حكينا المحاضره الماضيه، ممكن يطلب منك مجموع الميسونز ومجموع الهيلبرز، تمام؟ فبالتالي بتقدر تطلع له اياهم بكل سهوله، تيجي تحكي له هون مجموع الميسونز مجموع الهيلبرز قديش رايحين يكونوا. طيب بالنسبة لليوم الأول بكونوا 2-1، اليوم الثاني أيوة باليوم الثاني رايحين يكونوا 4-2، باليوم الثالث 4-2، باليوم اللي بعديه راح يكونوا 2-3، احنا وين مشتغل قاعدين 2-3، فبالتالي عندنا 2-3-5 وهيلبر 1 أنا بدي، بعدين باليوم اللي بعديه راح تيجي تلاقي عندك 5-1، طيب بعدين باليوم اللي بعديه راح تلاقي 1-3-1 يعني 5-2، تمام؟ ايوه باليوم اللي بعديه راح تلاقي 3-2، ايوه برضه 5-2 باليوم اللي بعديه، ايوه هون كمان باليوم اللي بعديه 5-2، طيب باليوم اللي بعديه راح تلاقي 3-1 يعني بدك 4-2 باليوم اللي بعديه، طيب باليوم اللي بعديه هون احنا وصلنا 3+2=5-1، بعدين باليوم اللي بعده جينا نشتغل 3-1 3-1، تمام؟ بعدين اجينا هون 2-1 كملنا 2-1 2-1، بعدين اجينا لهون لقينا انه بدي 1-2 وبدي 1-2، بعدين اجينا هون وصلنا 3-2 وهون 3-2، هاي المجاميع طبعا عندي هون 2-1، تمام؟ فهيك المجاميع بقدر اطلعها، الموضوع سهل، بس اجمع الاعمده، اجمع الميسونز اللي بالاعمده والهيلبرز اللي بالاعمده وطلع له اياهم هون بكل بساطه. فهيك احنا بنكون كملنا البارالل ميثود. اتمنى يكون الفيديو عجبك، واذا عجبك الفيديو شيره مع اصحابك، حط لنا لايك واشترك في القناه، والله يعطيكم الف عافيه، دمتم في امان الله.